اليوم شنقرح شنحرقها حريق لك لك ومسعود. الله انما القارح قارح والبندق بندق لكن ما بوش رافد انا البياس مليح ملا كنت تدي البياس بدل ما تقرح ايو ملا عباس ايوا ما معاكم ما تصحوش على نفسكم يعني انتوا جدنا انا عريس قتل الشعبي ماني هما جينا لك دي الساعة الا لانك عريس هيا الليل حسب الناس حقهم شنقزحهم حق الطاسة حق المرفع حق المبتري حق امك الساعة دي قد دور الحساب اينك من الصبح المعذرة منك يا عبد الوكيل كنا مع الناس رحنا نستقبل منصور سعيد ادو اجا من غربة هيا خلوا منصور سعيد حاسبكم قصدي يعني قشوا عند منصور سعيد للصباح والصباح انا بحتاج نشوف حاسبكم يا عبد الوكيل عيب انت عارف منصور سعيد بالغربه وما يشوف اهله الا من السنه للسنه انا عاد ما ابصرتش اهلي خالص عادي اول يوم في التاريخ ابصر بهلي اول يوم اليوم واحنا ما قلناش شنجلس عندك للصبح حسب الناس حقهم وشنجزع لنا وبالريفه والبنين ما شاء الله ما الاخلاق اخلاق وادب لكن اللي عندي سرحين كلهن لا حاسبهم لا حول ولا قوه الا بالله مية 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 الباقي شلونا من عند مسعود مليم عيب يا رجال عيب عيب الرجال عريس شن يصنعني بدي عبودي الساع من شن بياس يعني انا بنكلب ولا ايش انا بنكلب ولا ايش انا صباحك صباحك وعريس صباحك ألف مبروك دام الله السرور والله بارك بك موابك وعبد الوكيل والله ان قد كنت أمس أهم كنت أهم كنت شقيلك من شان الطحين بس قلت عيب عيب وعباس الرجل عريس والواحد يخلي عنده أصول مليم علي أمزو والله المباري عايق يوني عب عليك استحي بس والله انك تعجبنا يا عبد الوكيل والله انك تعجبنا انك رجال مكافح مفحفح ايوه هكا الرجال المفحفحين يبكروا يطلبوا الله على ان شاء الله شنو قال لي كافح سنظل نكافح امثالكم من دنيسين الزمن الاغبى خلاص يا عبد الوكيل خلاص مليت حمزه حمزه نص قريش ونص طحين وشرجع لك بعدها يا عريس سمك ان شاء الله ها هو انت معك اقول لك اقسم بالله حافظ هذا اقسم بالله ما تعرف حاجه والله مليم مليم كل احنا بالبيت نعين مرض من البيار حقه لكن والله والله ما افكلوا اني اروحي بكرسي اقول لك مليم 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 فكري 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 سعرك بالله لو انت فكري شو مالي والله فكري يا حافظ منك يا حافظ اتق الله مليهم الرجال قحالته حاله اصبر عليه ولا موت شاي يبيع لك ارضه ولا يبيع لك نفسه لا يبيع لي ارضه ولا نفسه بما حاجه ثانيه يبيع مو يبيع لك الساعه وين انت رد مين الصبح انا ادورك بالقريه يا اخي اخطبنا يا اخي قضينا دعيت علي انت والله انك دعيت علي انت سامي هنا اشهد يا عباس على صاحبك مهم يا عبد الوكيل لندت للرجال بيسو ولندت لي بيسي دبر نفسك مالي عيب عيب يا عبد الوكيل عيب عيب والله ان القرحة باين باين بفم المعدة باين محمد القرحة بفم المعدة شوف لا تكثرش بالبسباس الصلصال تكثرش مني المحروقات هذه والزيو لا تكثر مني ما تنمي لو انت متعشي يا عبد الوكيل قضينا يا عبد الوكيل هي ما هو يا عباس انت وصاحبك صحته تصفي به اقضينا يموت يموت ويستاهل ويستاهل انا قلت لك والله ما هليش والله لا هلي يا عم عمرنا لا لدي لك والله ما هلي الظروف الناس ياكلوا روتي
معايا طحينوش. إذا ما قضيتناش اليوم آخر مهلة ولا شابي على الأرضية، شهد يا عباس. أصلا لا تسمعي بيش أنا بدالك، الحمد لله أني سمعها الجيش، ما استبيع الأرضية حق الناس، أنا بدالة، لا تفضحني. إديني ذي آخر مهلة وأنا إن شاء الله أقضي بإذن الله، صح إلا لا؟ عيب يا عبدو عيب. أنا أبو مدهاء. مش عزم يا هبلاك، تلها طلها طلت من الغرباء. لك لعينة. تعال يا ليت. آخر حبة. 24 حبة. وعاقي. مو. رق الخير. عبد الوكيل. أيوة كيف يا عبد الوكيل؟ أين البياس حقي؟ من عيب؟ 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 ما دين تخش لك للاحقك؟ يا عاقي شد على يا عاقي. ما تخافش قبلوا بياسه أنت. يا عاقي شدي له بياسه أنا شدي له والله لا أدي لك بياسه. ماني خايف منك كما أبو عاقل بالقرية. القرية ما هي سايب. والله ما هي سايب. لا هب لك بياسك بالقزمة. بعدي. أين هي القزمة؟ بعدي. حرم لحبلك بالقزمة بالقاشة بالكندرة تمام بالكندرة شهبلكي بعدين عدك تتوحش في روع القرية ما دينتكش لك للاحقك خلاص ما يجيب بيزك يا عباس يا كبير الراس خلاص بعدك يا عاقل انت ذا تقول عبد الوكيل يا عبد الوكيل مليهم جالس متخبي هنا زي النسوان وانا ادور عليك وانت ما تروج بياسي عندك والخبر قهو عندك موعدك لليوم لبعد الصلاه اذا ما تسددش اللي عليك فالوجه من الوجه ابيض مالي عيب تعبت انا حتى الطحن حقك ما عاد يطقطقش مثل الاول اجي حق البياس كملي وانا سايلك مالي عيب مونا شرع اصلي وشرق عليك عباس جزاك الله صلاتك ما تقبل مالهم عباء بسألك بالله تدعي لي عباء بيسك شدي لك بالقزمة صراحتك عبد الوكيل صراحتك عبد الوكيل مالهم تفضل يا عاقل هرب يا عاقل اشتي حقي يا عباس يا كبير الراس ما تخافش احنا بنلاحقوا على كافة المستويات انا متأكد انه ببيت مسعود مليهم اربط اربط يا ابو انا عيب والله عيب لا مدركم بكم امانة لا مو مالي عيب والله عيب اقول لك استحي على نفسك انت اللي ترقم القمامه لبيوت الناس تتحذروا بالناس جاهز تصيع تزعبك شرك القدق تكح مريض حالتك حاله ومكانك ترفيس وبعدها بسرعتك القمامه تقول انك ربح كل موز او من ربح يالك اليوم رباح اه لا حول ولا قوه الا بالله مليم يا جماعه ما يصبر كده الدنيا عوافي وبعدين بطل هذا عن طريق صديقنا مليم حركتنا وابني ونشوان ونعم التربية ونعم الأخلاق ليت كل الشباب مثلك يا نشوان تربية وأخلاق نشوان ابن خالتي ما شفت لكم شكرين عليهم أبدا عمد حبيبي يا نشوان الله سلامة أنت جيت الحمد لله كيف يا خالة كيف أنتم تشاركوا معي ولو مليم اكيد اكيد يا ابن الغالي مليم الله يسعدك يا عم الله يسعدك الحين خلاص انا بوزع لكم الحين اوراق مو نسوي هذا عشان توقعوا عليها تمام بيكون ان شاء الله بيكون فيها العقد كامل بحيث بكون يقبل لي كل الحصاد كل سنه وكل واحد حقه محفوظ خلنا نكمل بعد ما مليم على بالك بالله يا عباس ان شاء الله ان شاء الله اخي عباس عم بس انت تامر يا ابن الغالي الله يحفظك هنا نبدا القهوه
وانت ما قلت. انا مدري ايش وقع شاب مالي وقع مالي بسمنه 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 يا ابن الغالي. دالك مبروك عارف مبروك مبروك سلام وسلام الله يبارك فيكم. بسم الله بسم الله بسم الله حرام ما تقوم النقطة كملت تصطبح معانا. انا في دارك. موذا منو كمل البن؟ شاكر يا شاكر تكمل كل حاجة بس لمساها. انا دريتو ذا الحين لما ابوك فلت هالبيت بس لمساها والله لبسها ملي. عيب عيب يا شاكر عيب. تصدقون يا شباب والله فقدت بويا وفقدت اخويا حامد. بس حامد كان كذا كذا مصيره يتزوج ويروح. بس بويا تصدقون ما باقي لي بالحياة هذه غير مويه. شارقوا شارقوا يا شاكر انا الشاكو مقزع. اديتوا البول لا عندك وعفى الله عما سلف. احنا بالاخير اهل وان شاء الله انه ست صافي تكون بداية خير يا ابن بنت عمي. مليم ما شاء الله يا حافظ البن حقك درجة اولى. حبيبي تعال تعال تعال. والجثة اللي خرجونا من البيارة حق من؟ مليم